Yani işinden memnun değil misin yoksa? Bilmem. Memnunum herhalde. Aman bu bankalar da. قديش غبيه شلون بتصدقه؟ شو بدها تساوي؟ بتحبه مسكينه، ما بتعرف انه الفقر بس يفوت من الباب الحب بيهرب من الشباك. هلا رح تنصدم كثير. شو رايكم هلا تاجلوا لي نقاشاتكم لوقت الدعايات؟ خلونا نتفرج على المسلسل. ليش عم تضحكي؟ ما في شيء، على المسلسل. كاتيا تفضلي يا خانو. تعالي. مرحبا. شو عم يصير؟ جميلة. هلا بس تقول لك هي شو صار بتخبرنا فورا. ليش عم تحكي هيك؟ فوتي. دخلتي على غرفة المدموازيل وفتشتي بغراضها؟ لا. ما بتخجلي على حالك تفتشي بغراض الناس؟ أنا ما سويت هيك شي يا خانو. اوعي تكذبي علي. بعرف إنك سرقتي الرسالة. أي رسالة؟ قلت لك لا تكذبي علي. الحرمية والجواسيس ما إلن شغل ببيتي، ضبي أغراضك وانقلعي. سمر خانو الله يخليكي. خلي ماما تنفعك لشوف بعد ما تروحي من هون. يلا ضبي أغراضك وانقلعي فورا. أنا آسفة كثير. بترجاكي لا تقلعيني. بتعرفي إنك وحدة قليلة أدب؟ أنا ما إلي علاقة. الله يخليكي لا تقلعيني. وبوعدك هالشي ما يتكرر مرة تانية. بترجاكي سامحيني، أنا بحاجة هالشغل. الله يخليكي. وين خبيتي النسخ؟ قلت لها لفيروس خانو أنا ما معي ولا نسخة. عم قلك عطيني نسخ الرسالة. أنا بعرفك كتير منيح كاتيا، وبعرف إنه أنت احتفظتي بنسخة. يا بتعطيني النسخ يا بتنقلي من هون هلأ. بس نسخة؟ والله ما في غيرها. صدقيني يا خانو. الله يخليكي، لا تقولي لفيروز خانو. من هلا إذا بشوف منك أي غلطة رح قلعك. ما بدي إياكي تغيبي عن عيني ولا لحظة، أوعك تغلطي مرة تانية، وعيني رح تكون عليكي. من اليوم ورايح رح تسمعيني لإلي مو ماما، مفهوم؟ لأنه أنا صاحبة البيت وأنتي هلأ ببيتي. حاضر يا خانو. ما بتردي على ماما. أنتي بتعرفي إنه بكلمة مني فيني أقلع من هون، وبس تروح رح تلحقيها وبتخبريني عن كل شخص بيحاول يعمل شغلة من وراي، وأول وحدة ماما. عم تفهمي ولا؟ فهمت يا خانو، مثل ما بدك. هلا راحت. الله العليم، اكيد في شي مشكله. كان بدها شي سمر خانو؟ ايه بس بيني وبينها ما فيني اقول لك.
مهند. ما قدرت. لو خبرتنا كنا جهزنا السيارة. أكيد رايح يسهر. سمر. شوفي. ما في شيء، عم شم هوا. ما بدك تجي؟ جاي يا حبيبي. واضح إن أمك مضايقتك، مو هيك؟ ما بتعرف قديه. Mm-hmm.